بالنسبة ليوم السبت الجاي إن شاء الله، الله أحيانا. مين راح يكون معنا يوم السبت إن شاء الله؟ مين تتوقعوا بيفوز هلا؟ شتان. مفروض ما تسأل هذي. أنا مفروض ما أسأل؟ لأنك عارف. لا انا عم بسال توقعكم انتم. يلا ناخذ القرعه. ستوب. حمد المري. ستوب. نايف الحزيمي. حمد ونايف. ستوب. عبد الله شلهيب. ستوب. عبد الله شلهيب ثاني مره. نعيد. ريان العمري. إذن حمد ونايف فريق، وعبد الله وريان فريق ثاني يوم السبت إن شاء الله، الله أحيانا. قلتوا لي مين بتتوقعوا اللي بده يفوز؟ مين واثق من نفسه أكثر؟ شوف ها. الطعم هنا صراحة، أنا بتكلم جد يعني صراحة. يمكن أنت ذقت هنا يعني؟ لا لا ما ذقنا، بس واضح واضح شكلها، بس بدون طعم أتوقع. بدون طعم. شيف أبو أحمد مع احترامي.